الرئيس السيسي يصل الدوحة في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها إلى قطر. بوتين يؤكد لشولتس أن محطة زابوريجيا تتعرض لقصف متواصل من أوكرانيا، والبنتاغون يعلن أن روسيا ما زالت تحتفظ بقدرات عسكرية عالية. غوتيريش يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى اتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل التوتر بينهما. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم بداية هذه النشرة مع سمر الزهيري. لك سمر. شكرا لك لما. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك في زيارة رسمية للرئيس السيسي والتي تعد الأولى من نوعها إلى دولة قطر، وذلك تلبية للدعوة الموجهة إليه من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير الدولة. تلبية لدعوة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال زيارته الرسمية للقاهرة في يونيو الماضي. وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقبال سيادته سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وكبار رجال الدولة في قطر. وكذا أعضاء السفارة المصرية في الدوحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف جوانب تبسيط إجراءات منظومة الإفراج الجمركية، وذلك بهدف حوكمتها. وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة خطوات استكمال تبسيط وتطوير إجراءات وأزمنة الإفراج الجمركية، أكد مدبولي ضرورة استمرار رفع كفاءة أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني عال، وحتى يمكنهم امتلاك القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بهذه المنظومة. هذا وشهد الاجتماع أيضا استعراض جهود توعية بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI عبر وسائل الإعلام، بجانب ورش العمل وندوات التي تم عقدها مع عدد من سفارات الدول الأجنبية في مصر، وكذلك مع المجتمع التجاري والصناعي بهذا الشأن. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملفات عمل وزارة التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع استعراض الاجتماعات التي تمت مع عدد من المستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى جهود تنمية وتطوير كل التجمعات الصناعية وبالأخص في مدينة الجلود بالروبيكي.
استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وفد شركة أوبو الصينية خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة. وخلال اللقاء أعلن مسؤولو الشركة نيتهم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة مبدئية تبلغ نحو 20 مليون دولار مع إمكانية توسع في قيم الاستثمارات وفقا لظروف السوق المستقبلية. من جانبه أكد رئيس الوزراء أنه سيقدم جميع صور الدعم المطلوبة للمشروع، خاصة أن الشركة يمكنها الاستفادة من السوق المصرية كمحور إقليمي للتصنيع يمكن من خلاله النفاذ للأسواق في أفريقيا ودول العربية. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أتدا وشركة أوبو الصينية للإلكترونيات، والتي بمقتضاها تنشئ الأخيرة مصنعا للهاتف المحمول في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 4.5 مليون وحدة سنويا وباستثمارات تبلغ نحو 20 مليون دولار. يأتي توقيع المذكرة في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي مصر تصنع الإلكترونيات، بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا صادرا عن البنك الدولي بشأن برنامج الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية في مصر. وأشار التقرير إلى البرنامج الذي حقق نجاحات دفعت البنك الدولي إلى التوسع في تمويل المشروع، يشمل في خطته 3 محافظات جديدة وهي الغربية، المنوفية ودمياط. ومن المتوقع أن يصل إجمالي المستفيدين إلى 1,835,000 مواطن بحلول نهاية 2024. كرر البنك المركزي تحذيره بشأن التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة لما تكتنفه من مخاطر عالية. هذا وأرجع البنك هذا التحذير إلى تذبذب قيمة تلك العملات واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها. هذا وأكد المركزي اقتصار التعامل داخل البلاد على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك فقط، ويهيب بالمتعاملين داخل السوق المصرية بتوخي الحذر الشديد وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر. أعلنت وزارة الداخلية جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نتابعها في هذا التقرير. We'll be right back.
تتواصل الضربات الأمنية التي توجهها وزارة الداخلية لجرائم غش السلع، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 5 محلات لتجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بالمنوفية. بإجمالي مضبوطات بلغت 5 أطنان أسمدة و25 طن أعلاف حيوانية. وفي مجال حماية نهر النيل تمكنت من ضبط 10 قضايا تلوث نهر النيل والمجاري المائية بنطاق محافظة المنوفية. واستمرارا لحملات الإدارة بنطاق مديرية أمن المنوفية، نجحت في ضبط 4 مصانع متنوعة بدون ترخيص، بداخلها أكثر من 211 طن مواد خام لتصنيع الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر، و200 طن مخللات. وبنطاق محافظة الشرقية، نجحت الإدارة في ضبط 2 صيدليتين بدون ترخيص، بداخلهما 31 صنف أدوية منتهية الصلاحية. كما نجحت في ضبط 25 قضية في مجالات حماية الثروة السمكية ومنافع الري والصرف والبيئة. وبنطاق مديرية أمن القاهرة، تمكنت الإدارة من ضبط مخزن وشركتين ومصنع جميعها بدون ترخيص. بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر، وقرابة 17 طن دواجن منتهية الصلاحية، وأكثر من طن مخللات وحلوى مجهولة المصدر. الإدارة شنت حملات مكبرة بنطاق مديرية أمن الجيزة، أسفرت عن ضبط 3 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية. بإجمالي مضبوطات بلغت 295 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 439 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 139 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 54 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 78 طن. في مجال قضايا المخابز تم ضبط 709 قضايا من بينها 113 قضية خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة إلى الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية، كما شهد افتتاح اليوم الرياضي بالاشتراك مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والتقى طلاب الجامعات في لقاء حواري. احنا موجودين في العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية أكيد إحنا بالمقر كمان الحكومي بنمارس عملنا بمقر وزارة الشباب والرياضة، لكن النهاردة بأشرف مع معالي الدكتور محمود رئيس الجامعات الأوروبية، اللي في الحقيقة يعني بشكر سيادته والشكر منقول إلى معالي وزير التعليم العالي سواء الدكتور خالد أو الدكتور أيمن حاليا على هذا المجهود الكبير لوجود الجامعات برؤية وتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوجود أكبر الجامعات المصرية أكبر الجامعات العالمية على أرض مصر. كمان الشرح الوافي للدكتور محمود وهو عالم كبير وله خبرة كبيرة جدا في الحقيقة في إنشاء الجامعات، لكن الهاي إند وتوب أوف ذا رينج أو أعلى الجامعات الأوروبية أنا شفتها وعملنا مرور موجود النهاردة على أرض الواقع. طلبة جاية من بتدرس مصريين ومن الدول العربية ومن الدول الأفريقية عندنا هنا في العاصمة الإدارية. احنا بدأنا السنة اللي فاتت فتحنا الفاونديشن يير، شفنا مع معالي الوزير النهاردة الكفاءة بتاعة الأولاد المتعلمين، لأن أنا ما بديش شهادة، الشهادة الطالب ياخدها من الجامعة الأم جامعة لندن، ودي جامعة متخرج منها 84 عالم حاصل على جائزة نوبل، وعندنا التخصصات التانية. كل سيادة الرئيس كان دايما يقول احنا عايزين الجامعات ال50 الاوائل على العالم، اللي هيجيب لي ال50 الاوائل على العالم
هتدي له القرار الجمهوري. احنا ما جبناش بقى ال 50، احنا جبنا نمره 2 لندن سكول اوف ايكونوميك زي ما قال معالي الوزير، جايبين يو سي ال نمره 8 على العالم، جايبين كينجز كوليدج نمره 30، جايبين كل الدان التخصصات كمان فريده جدا، حتى الهندسه عندنا هندسه طيران، هندسه ميكاترونيك، الحاجات الجديده كلها اللي مطلوبه لسوق العمل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة السماح لشركات توزيع شحنة التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري بدون تراخيص. هذا وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الهيئة القومية للبريد المصري نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للسماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري بدون تراخيص، مشيرة إلى أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل. هذا وحذرت الهيئة المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفويض النقابات المهنية بمعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل وبالخارج، ولم يتم اتخاذ أي قرارات لهذا الشأن. وأكد المركز أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانونا معادلة الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج وفق القواعد المقررة، إلى جانب إعلان المجلس الأعلى للجامعات أسماء الجامعات الأجنبية التي لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية عبر موقعه الإلكتروني. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز لمناقشة عدد من الملفات أبرزها التطورات في أوكرانيا. هذا وأعلن الكريملين أن بوتين أبلغ شولتز أن محطة زابوروجيا تتعرض لقصف صاروخي متواصل من القوات الأوكرانية. كما أكد الرئيس الروسي أن مشاكل إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم ناجمة عن العقوبات الغربية ضد موسكو. بينما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن شولتز شدد على ضرورة ضمان سلامة محطة زابوروجيا النووية، كما حث على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة على أساس وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية واحترام سيادة أوكرانيا. كما شدد شولتز أيضا على أن أي خطوات روسية لضم أراضي جديدة لن تمر دون رد ولن يتم الاعتراف بها تحت أي ظرف. هذا واستمرت المحادثات الهاتفية بين الزعيمين قرابة الساعة ونصف، وكانت الأولى من نوعها بين الزعيمين منذ 3 أشهر. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعادة خطوط الطاقة الاحتياطية الثلاثاء بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية. وأشارت الوكالة في تقرير إلى أنه رغم استعادة الخطوط الاحتياطية للطاقة، فإن الأمن والسلامة النوويين لا يزالان محفوفين بالمخاطر في المحطة. حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من استمرار ضخ أخطر الأسلحة لنظام كييف، وأشار إلى أن مشروع الضمانات الأمنية الذي خرجت به كييف يعد مقدمة للحرب العالمية الثالثة، مؤكدا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتقل إلى مستوى جديد وتفقد حدودها المرئية إذا استمر الغرب في ضخ الأسلحة إلى كييف. أكد منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن تنظر في تقديم حزمة أخرى من المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا خلال الأيام المقبلة. وأشار كيربي إلى أن الأوكرانيين يستخدمون منظومات الصواريخ التي تسلموها على نحو فعال في دفاعهم عن بلادهم، وأكد أنه من حق الأوكرانيين الدفاع عن أراضيهم وشن هجمات ضد روسيا.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن موسكو ما زالت تحتفظ بقدرات عسكرية عالية في أوكرانيا ولم ترصد التقارير انسحابات جديدة. هذا وأكد البنتاغون أنه يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته من أوكرانيا ومنع انزلاق الوضع بشكل أكبر. كما أعلن البنتاغون أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بلغ 17.2 مليار دولار منذ عام 2014. لا أريد أن أنخرط في تخمينات عما هي نوايا روسيا القادمة، فمن الوضوح بأنهم ينوون القتال في أوكرانيا لمواصلة هذا الاحتلال. سنستمر بمراقبة الوضع، وتركيزنا هو على العمل مع الأوكرانيين والأسرة الدولية لتوفير الدعم الذي يحتاجه الأوكرانيون. ولكن سأشير في هذا الصدد بأن الرئيس بوتين يمكن أن يخفف من حدة التصعيد في الغد إذا ما شاء ذلك، ولطالما ذلك لم يحدث فسنستمر بالوقوف إلى جانب أوكرانيا. اتهم الكرملين القوات الأوكرانية بارتكاب أعمال تعذيب وإجراءات عقابية ضد السكان في المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في الأيام الأخيرة في شرق أوكرانيا. هذا وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا مناقشات تجرى بشأن إعلان تعبئة عامة لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى انتقاد قيادة البلاد ومطالبة البعض بالتعبئة هو دليل على التعددية، وأن الروس في المجمل يواصلون دعم رئيس فلاديمير بوتين. قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الأوكرانية تمكنت من تحرير أكثر من 300 بلدة خلال الهجوم المضاد الأخير في منطقة خاركييف. وأشارت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إلى أنه تم تحرير 3800 كيلو متر مربع ونحو 150 ألف شخص، مؤكدة أن العملية مستمرة وستستمر حتى التحرير الكامل لمنطقة خاركييف. هذا وتجدد انقطاع التيار الكهربائي في مدينة خاركييف والمناطق المحيطة بها، وقالت السلطات أن انقطاع التيار الكهربائي حدث بسبب القصف الروسي الذي ألحق أضرارا بخط إمداد كهرباء احتياطية. ووصفت كييف مثل هذه الهجمات التي تستهدف المرافق بأنها انتقام لنجاحها الأخير في استعادة الأراضي من القوات الروسية. قال الجيش الروسي إنه يشن ضربات مكثفة على القوات الأوكرانية في كل الجبهات، وذلك ردا على اختراقات أعلنت عنها كييف في شمال شرق البلاد وتقدمها في الجنوب. هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن قواتها تنفذ ضربات مكثفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مناطق العمليات، مضيفة أن العمليات قد نجم عنها مقتل وإصابة أكثر من 800 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب خلال يوم واحد. تطورات ميدانية متلاحقة تشهدها الساحة الأوكرانية وسط تأكيدات من كييف بتحقيق تقدم ميداني وتشديد روسي على استكمال العملية العسكرية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أكد أن بلاده استعادت 6000 كيلومتر مربع من القوات الروسية منذ أطلقت هجومها المضاد مطلع الشهر الحالي، ونوه الرئيس الأوكراني بشجاعة 3 وحدات عسكرية شاركت في هذه العملية والتي أفضت إلى أكبر مكاسب ميدانية لأوكرانيا منذ انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف في نهاية مارس الماضي. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد أن الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية ما يزال في أيامه الأولى، لكن القوات الأوكرانية حققت تقدماً كبيراً، معتبراً أن الدعم الأمريكي كان له دور كبير في تحقيق هذا التقدم. في المقابل، نقلت وكالة ريا نوفوستي عن السلطات الروسية في منطقة خاركييف تأكيدها أن عدد المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا يتجهون نحو المدينة كان أكبر بنحو 8 مرات، فتم سحب القوات للحفاظ على الأفراد. وبثت وزارة الدفاع الروسية مقاطع مصورة قالت إنها لعمليات عسكرية شاركت فيها قوات مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنها استهدفت مواقع تابعة للجيش الأوكراني. في الأثناء
قالت الرئاسة الروسية إنه ليس هناك من حديث يجري الآن عن سحب القوات من محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، مشيرة إلى أن العملية في أوكرانيا ستستمر إلى أن تحقق أهدافها، وأنه لا مؤشرات ولا أرضية مناسبة الآن لإجراء محادثات السلام مع الجانب الأوكراني. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه من السابق لأوانه التكهن بنتائج الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد ضد القوات الروسية. أشار بلينكن إلى أن أوكرانيا استفادت من الدعم الذي قدمته لها الولايات المتحدة ودول أخرى والمتمثل في المعدات اللازمة للقيام بهذا الهجوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد كييف بالأسلحة والذخيرة. أعرب وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا عن أسفه لموقف ألمانيا الرافض لإرسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا، وقال كوليبا إن هناك إشارات مخيبة للأمل من ألمانيا بينما أوكرانيا بحاجة إلى تلك الأسلحة، ومشيرا إلى أنه لا توجد حجة عقلانية واحدة حول سبب عدم توفير الأسلحة لأوكرانيا. وفي وقت لاحق أوضحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخيت أن إمدادات الأسلحة محدودة بسبب مخزونها غير الكافي والذي لوحظ على مدار السنوات الماضية بسبب خفض نفقات الجيش الألماني. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا منذ سنوات اكتسبت في الأونة الأخيرة طابعا غير مسبوق. وخلال اجتماع لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية أضاف لافروف أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تحول الغرب إلى استهداف الاقتصاد الروسي بغرض تدميره بواسطة العقوبات من أجل تقويض الاستقرار في روسيا ودفعها نحو هوامش السياسة العالمية على حد تعبيره. صدق نواب البرلمان الأوروبي خلال جلستهم العامة في ستراسبورغ على استخدام إجراء عاجل للموافقة على الدفعة الثانية من المساعدة المالية لأوكرانيا بمبلغ 5 مليارات يورو. هذا ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي في البرلمان الأوروبي حول تقديم المساعدة المالية الجديدة لأوكرانيا الخميس القادم، على أن يتم النظر في مشروعات القرار المعتمدة بموجب الإجراء العاجل بالدرجة الأولى. هذا واقترحت المفوضية الأوروبية في 7 سبتمبر الجاري تخصيص 5 مليارات يورو لتقديم دفعة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا، ومن المفترض أن يصبح هذا المبلغ شريحة ثانية من المليارات التسعة التي وعد الاتحاد بتخصيصها لكييف. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. دعا رئيس النمساوي ألكساندر فاندربيلين المواطنين إلى توفير الكهرباء بأقصى قدر ممكن بسبب الوضع في سوق الطاقة، وطلب رئيس النمسا المفوضية الأوروبية بالإسراع في تبني إجراءات ضبط سريعة من أجل استعادة السيطرة على ارتفاع الأسعار والإمداد في أسواق الطاقة وخاصة الغاز والكهرباء. أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن وزراء الطاقة في دول التكتل سيجتمعون نهاية سبتمبر الجاري لمناقشة إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء بسبب أزمة أوكرانيا. هذا وجاء في الإعلان نفسه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لوزير الصناعة والتجارة التشيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي غرد قائلا في 30 سبتمبر سننهي ما بدأناه، مضيفا أنه دعا للتو إلى اجتماع استثنائي آخر لمجلس وزراء الطاقة لمناقشة مقترحات المفوضية.
أعلنت رئيسة بلدية باريس أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة ستتوقف في الساعة 10 مساء اعتبارا من 23 من هذا الشهر، وذلك بسبب أزمة الطاقة. وستطلب رئيسة البلدية التي ترفض وقف إنارة الشوارع لأسباب أمنية من الدولة التي أو أن تسلك نفس المسار مع الأثار الوطنية ومن أصحاب المباني الأثرية الخاصة اتخاذ إجراءات في الاتجاه نفسه. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن برلين ستتخطى الشتاء بعدما ضمنت ملء خزانات الغاز بكمية أكبر مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي. هذا وأضاف المستشار الألماني أن حكومته كانت على دراية بأن تضامنها مع أوكرانيا ستكون له عواقب مثل إمكانية توقف واردات الغاز. أبقت منظمة الدول المصادرة للنفط أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري عند مستوى 3,100,000 برميل يوميا، ليصل متوسط الطلب الإجمالي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا هذا العام دون تغيير. كما أبقت أوبك أيضا على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل عند مستوى 2,700,000 برميل يوميا، ليصل إجمالي الطلب إلى 100 مليون و 2,700,000 برميل يوميا. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن خفض التضخم سيستغرق المزيد من الوقت والتصميم، وذلك بعد تراجع بسيط في معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي. هذا وأشار بايدن إلى قانون خفض التضخم الذي تم تمريره مؤخرا، مبينا أن البيانات أظهرت مزيدا من التقدم في خفض التضخم العالمي في الاقتصاد الأمريكي. هذا وكان التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ 8.3% خلال أغسطس الماضي. هذا وانخفضت توقعات التضخم لأجل عامين إلى 5.75% وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة عند 6.2% وفقا للاحتياطي الفيدرالي بنيويورك. وأشار البنك إلى توقعات التضخم لأجل 3 سنوات والتي انخفضت لأدنى مستوى لها منذ عامين لتسجل 2.8% وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة في يوليو عند 3.2%، مؤكدا أن هناك فرصا أقل لفقدان الوظائف خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو، واحتمالية أكبر للعثور على وظائف إذا اقتضت الضرورة. سجل التضخم في ألمانيا مستويات قياسية عند 7.9% على أساس سنوي نتيجة الأزمة التي تشهدها البلاد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الألمانية على أساس شهري في أغسطس الماضي 0.3%، كما توقع الخبراء هبوطا من زيادته ب 0.9% في شهر يوليو الماضي. قال مصدر دبلوماسي أن الأمم المتحدة تعمل على وضع آليات لتصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، وأضاف المصدر أنه سيتم تقديم جميع الآليات والخطط للنظر فيها. وينص اتفاق تصدير الحبوب على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ. كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية. تفقد رئيس الوزراء الأردني بشرى الخصونة موقع انهيار إحدى العقارات في منطقة اللويبدة بعمان، وأشرف الخصونة على عمليات الإنقاذ والإخلاء التي يقوم بها الدفاع المدني والأجهزة المختصة، وأمر الخصونة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث. من جانبه أكد الأمن العام الأردني أن فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع الحادث
حيث تم انتشال ثلاث جثث من تحت أنقاض العقار المكون من 4 طوابق، بينما تم إنقاذ 14 مواطنا من تحت أنقاض العقار. أعلنت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إجلاء طلاب مدرسة هوليوود الثانوية بعد تلقيها بلاغا بحدوث إطلاق للنار في المدرسة. وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بوقوع هجوم مسلح في حرم المدرسة، مشيرة إلى أنها لم تعثر على أي دليل على إطلاق النار في موقع الحادث، فيما تم إغلاق المدرسة لبدء التحقيق وتفتيش كل قاعاتها. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في أوزباكستان على هامش قمة منظمة شانغهاي للأمن يوم الخميس. هذا وأوضح الكرملين أن الرئيسين سيبحثان عددا من القضايا من بينها العملية العسكرية في أوكرانيا. كما اعتبر الكرملين أن رؤية الصين متوازنة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أرمينيا وأذربيجان إلى اتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل التوتر. كما أعرب غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عن قلقه من الوضع الحالي في أرمينيا وأذربيجان، ودعا الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل كل المشاكل المستمرة بين البلدين عبر الحوار. وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن تمهيدا للجنازة المقررة يوم 19 من سبتمبر الجاري. وكان النعش قد نقل عبر طائرة من العاصمة الإسكتلندية إدنبرا، حيث كان في استقباله الملك تشارلز الثالث وأعضاء آخرون من العائلة المالكة. أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن بلادها سوف تستضيف قمة مجموعة العشرين في 19 من سبتمبر من العام المقبل. وقالت الخارجية الهندية أن نيو دالي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام واحد اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل. هذا ومن المتوقع أن تستضيف الهند أكثر من 200 اجتماع لمجموعة العشرين في جميع أنحاء البلاد بدءا من ديسمبر، إضافة إلى قمة قادة مجموعة العشرين والمقرر عقدها على مستوى رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر 2023. أما الآن مشاهدينا الكرام فوقفة مع أخبار الرياضة. تأهلت اللاعبة سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة النسائية إلى نهائي بطولة العالم المقامة في صربيا، وذلك للمرة الأولى في تاريخها. ويأتي هذا بعد فوزها على لاعبة استونيا ووصيفة بطلة العالم بنتيجة 3-2 لعام 2021 في منافسات نصف النهائي وزن فوق 76 كيلوغرام. كان الإنجاز الأكبر في المصارعة النسائية المصرية مسجلا باسم سمر حمزة أيضا عندما حققت أول ميدالية وحصدت البرونزية في النسخة الماضية لعام 2021. هذا يعتبر تأهل سمر هو أول تواجد مصري في نهائي بطولة العالم منذ عام 2006 عندما حقق محمد إبراهيم بوجي ذهبية وزن 84 كيلوغرام.
خاض المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه الأول تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، وذلك خلال المعسكر التدريبي في استاد برج العرب الإسكندرية استعدادا لودية النيجر وليبيريا والمقرر لهما يوم 23 و 27 من سبتمبر الجاري. وحرص فيتوريا في بداية الميران على الترحيب باللاعبين الجدد من خلال ممر شرفي من قدام اللاعبين للمنضمين لصفوف المنتخب الأول لأول مرة، اتبعه تدريبات بدنية ثم تقسيمة وجمل تكتيكية. حرص خلالها فيتوريا على توجيه اللاعبين في أكثر من مناسبة. أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع البرازيلي برونو سافيو قادما من نادي بوليفار البوليفي، ووصل اللاعب للقاهرة لإجراء الكشف الطبي قبل إعلان النادي الأهلي التعاقد معه رسميا بعقد يمتد 3 أعوام مع أحقية الأهلي في التمديد لموسم رابع. هذا وتعد صفقة برونو هي الصفقة الثانية التي أعلن عنها النادي الأهلي رسميا. يلتقي الآن فريق أولمبيك مارسيليا مع نظيره أينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. شهدت مدينة مارسيليا توترات بين جماهير الفريقين وسط انتشار كبير لقوات الشرطة والدرك، وأعلن مصدر في الشرطة ضبط 8 أشخاص حتى الآن أثناء محاولتهم للاشتباكات بالمدينة. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من محيط ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز بفرنسا. خالد، ما الذي يحدث في محيط الملعب وفي مارسيليا بعد التوترات التي حدثت طبعا على وقع المباراة؟ تحياتي لما ليك ولكل السادة المشاهدين. نحن الآن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وما زالت نتيجة المباراة التعادل السلبي ما بين أولمبيك مارسيليا وفريق فرانكفورت. الأجواء الحقيقة يعني لما حاولت أن أكون متواجد أمام الاستاد مباشرة تم إبعادي من قبل الشرطة الفرنسية تخوفا على سلامتي، ولهذا أنا أحدثك الآن من أمام الاستاد فيلودروم. وللاسف الشديد الان وصلني الخبر بان الفريق الضيف فريق فرانكفورت احرز الهدف الاول. هذه المباراه هي مباراه هامه جدا في صباح هذا اليوم وفي خلال مشادات او مع قوات الشرطه وبعض المشجعين الالمان تم القبض على 8 أفراد قبل المباراة مباشرة. حصلت صدامات وفي هذه المرة كانت بين مشجعي مدينة مارسيليا والشرطة الفرنسية. الحمد لله يعني لم تكن هناك إصابات، يعني لم يتحدث الأمن أو لم يصلنا عن وجود إصابات، ولكن كانت هي اشتباكات عنيفة الحقيقة. التخوف لما الآن هو بعد المباراة بعد 45 دقيقة من الشوط الثاني. الآن الشوط الأول هو يعني يعتبر انتهى على وشك الانتهاء. التقدم للضيوف كما ذكرت منذ لحظات تم تسجيل الهدف الأول للفريق الضيف، وإذا استطاعت فريق أولمبيك مارسيليا التعادل والفوز في هذه المباراة، وبصفة خاصة أن الفريقين لما يحرصان على الفوز بنتيجة هذه المباراة لأن في مباراتهم الأولى كانت الخسارة لمارسيليا بهدفين مقابل لا شيء، وأيضا فرانكفورت خسرت 3 مقابل لا شيء، وهم الآن كل منهما يسعى للحصول على المرتبة الثانية. إذن الأجواء حاليا هي شبه يعني مستقرة، ولكن الأصعب والتخوف كل التخوف هو بعد انتهاء هذه المباراة. نتمناها ساخنة على أرض الملعب، ولكن خارج أجواء الملعب الحقيقة 1000 شرطي ودرجي هم متواجدين في محيط الاستاد، وهناك عناصر أيضا أخرى من قوات الإنقاذ والإسعاف والمطافي متواجدة، والجميع يحرص على أن سلامة المدينة. وكانت هناك مناشدات من عمدة المدينة ومن السلطات المحلية وأيضا من لاعبي منتخب فرنسا للجمهور المارسيلي المارسيليين اللي هم أصلا متحمسين. هناك 300 من مشجعي الفريق الألماني وصفوا بالخطرين وبيقوموا بأعمال عنف وبصفة خاصة عند احتساء الكحول، ولهذا كان هناك قرار من محافظ بوشدرون بمنع بيع المواد الكحولية في
في المدينة منذ الساعة 3 عصر اليوم. خالد بشكرك شكرا جزيلا، نتمنى يعني أن تمر هذه الليلة بسلام في مارسيليا. خالد شقير من مارسيليا. يستضيف ريال مدريد غدا الأربعاء فريق ليبزيغ الألماني في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويلعب الفريقان ضمن المجموعة السادسة إلى جانب سلتك الإسكتلندي وشختر الأوكراني. بدأ ريال مدريد مشواره في دوري المجموعات بالفوز خارج ملعبه على سلتك بثلاثية نظيفة، أما ليبزيغ فسقط على ملعبه أمام شختر بأربعة أهداف مقابل هدف. يواجه مانشستر سيتي غدا الأربعاء فريق بروسيا دورتموند في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. كان مانشستر سيتي تمكن من الفوز على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، بينما حقق بروسيا دورتموند الفوز على كوبنهاجن بثلاثية نظيفة. ويعتلي مانشستر سيتي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط متساويا مع بروسيا دورتموند. وبأبرز أخبار الرياضة مشاهدينا الكرام تكون قد انتهت جولة التاسعة لهذا اليوم. في الختام هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يصل دوحة في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها إلى قطر. بوتين يؤكد لشولتس أن محطة زابوريجيا تتعرض لقصف متواصل من أوكرانيا، والبنتاغون يعلن أن روسيا ما زالت تحتفظ بقدرات عسكرية عالية. وغوتيريش يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى اتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل التوتر بينهما. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. قدم هذه الجولة الإخبارية لحضراتكم الزميلة لما جبريل، كنت بصحبتها أنا سمر الزهيري. إلى اللقاء.